نبدأ بقى مع حضراتكم، وخلينا نبدأ بخبر في غاية الأهمية، وهو خاص باجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان بالأمس، واللي كان في مقدمتها توجيه مجلس الإدارة الشكر والتحية لسيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي عن الفترة اللي قضاها بإخلاص على رأس الإدارة التنفيذية للنادي، ويتمنى لي المجلس كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة بعد تعيينه واستلام مهام عمله نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية. بيعتز النادي الأهلي وبيسعد بشراكته الناجحة معاها من خلال مشروع الوحدة الاقتصادية. قرار المجلس جه في ظل التأكيد القاطع من جانب اللجنة القانونية بالنادي برئاسة المستشار محمود فهمي على أن الجمع بين المنصبين في النادي والشركة في وقت واحد فيه تعارض للمصالح، فضلا على أنه بيخالف كمان ثوابت الأهلي ولائحة النظام الأساسي للنادي. في بقى ذات السياق كمان قرر المجلس تكليف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة بالقيام بأعمال المدير التنفيذي هنا متطوعا وبدون مقابل لحين اختيار مدير تنفيذي جديد. يعني عايزين نقول لسيادة العميد ربنا إن شاء الله يوفقك في كل خطوة قادمة، ومن الشخصيات فعلا اللي كلنا بنعتز بيها وكمان بنحبها على المستوى الشخصي. كمان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وافق في اجتماعه على تقديم تسهيلات جديدة لكل الراغبين في الالتحاق بعضوية النادي الأهلي. ركزوا بقى معايا حضراتكم عشان الخبر ده مهم جدا. سيتم السماح ليهم بالاكتفاء بملء استمارة الرغبات فقط لقبول العضوية، على أن يتم السماح للعضو بأنه يستكمل باقي أوراقه فيما بعد. ليه كده؟ عشان تبقى متاحة قدامه فرصة يعني الاستفادة بالأسعار الحالية للعضوية قبل ما تترفع قيمتها اعتبارا من أول إبريل المقبل. بالمناسبة بتبلغ قيمة العضوية العامة حاليا 500,000 جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و200 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس. بالنسبة للمؤهل دون العالي فتبلغ قيمة العضوية حاليا 600 ألف جنيه لجميع الفروع، 250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و300 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس. ومن المقرر أن ترتفع قيمة العضوية بعد تفعيل قرار الزيادة بشكل رسمي في مطلع إبريل المقبل إلى 750 ألف جنيه طبعا بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع واللي هي العضوية العامة، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس. بالنسبة للمؤهل دون العالي فسوف تصل قيمة العضوية إلى 1,000,000 جنيه لجميع الفروع اللي هي العضوية العامة، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس. خلينا نكمل مع حضراتكم ونستكمل برضو خطط النادي الإنشائية. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وافق بقى في اجتماعه على إنشاء حمام سباحة في المرحلة الأولى من أعمال تنفيذ فرع الأهلي بالتجمع، وذلك تلبية لرغبة الأعضاء. خلينا كمان ننوه إنه مهم جدا نقول إن المرحلة الأولى بتشمل هنا 70% من الأعمال الإنشائية بالفرع اللي هيتم افتتاحه بإذن الله هذا العام لخدمة أعضاء الأهلي. كمان من ضمن القرارات قرار مجلس الإدارة باستكمال تجهيزات وفرش غرف الألعاب الجماعية بالمدرج الجديد بملعب التتش، وده طبعا قبل تفعيل الترخيص اللي تم الحصول عليه سلفا بإزالة المدرج القديم بملعب مختار التتش خلال الأيام القليلة المقبلة. نكمل مع حضراتكم برضو الأخبار الخاصة بمجلس إدارة النادي الأهلي اللي وافق على سفر كل من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أمير توفيق مدير التعاقدات، وخالد بيبو مدير أكاديمية النادي لكرة القدم للإمارات عشان اختيار بقى التصميمات الجديدة لملابس الفريق الأول لكرة القدم وكمان قطاع الناشئين. السفر الثلاثي ده جه بناء على الدعوة اللي تلقاها النادي من الشركة المتعاقدة مع النادي لتوريد ملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين، يروح ويرجعوا ان شاء الله بالسلامه، ويكون كمان الديزاين او التصميم يعني متميز باذن الله زي ما احنا متعودين. طيب.